نتكلم ازاي بقى نعرف نستغل فترة الاجازة. طبعا كل ولادنا بيحبوا ان هم يسافروا ويروحوا وييجوا ويخرجوا ويتفسحوا ويتمرنوا ويعملوا حاجات كتير جدا، بس ازاي برضو ممكن نستغلها برضو استغلال صحيح، ونقدر ان احنا فعلا نحطهم برضو على الطريق الصح، وان هم ما يسرحوش او يبعدوا عن عبادة ربنا بالشكل السليم. كل ده طبعا بنعرفه كالعادة مع الداعية الجميل اللي منورنا دايما يوسف عادل. حبيبي الشيخ، ازيك يا اخبارك يوسف؟ ايه؟ ايه كله الاخبار؟ زي الفل كله الحمد لله، تمام كله حلو، كل الحمد سنه لله طيب. وانت طيب حبيبي. وداخلين على اجازات فعلا، اغلب المراحل خلاص اجازات دلوقتي، ثانويه عامه وبعض الجامعات، فيعتبر الناس خلاص كده بدانا بسم مظبوط، الله الاجازه. فالنهارده دعوه لكل الاهالي لكل اولادهم خلاص خلصوا الامتحانات وبداوا في الاجازه، وهنعمل رحله مع بعض لان احنا ايام وهندخل في احلى ايام في السنه من اول شهر ذو الحجه، افضل 10 ايام في الدنيا كلها. والعشر ايام دول فيهم يوم افضل يوم في الكون، يعني ما فيش يوم افضل منه. يعني حتى العلماء لما بداوا يقارنوا ما بين يوم عرفه وليله القدر، فالعلماء قال لك ان نهار العشر الاوائل من ذو الحجه افضل من النهار بتوع العشر، لكن الليالي بتاعت العشر الاواخر في رمضان افضل من الليالي بتاعت العشر الاوائل من ذو الحجه. فبالتالي النهار بتاع اول 10 ايام من ذو الحجه يعني مواسم الطاعات بقى، مواسم ان احنا ناخد اولادنا ونجمعهم اللي خدوا الاجازان، ونبدا رحله مع ربنا في الموسم الجميل والهديه اللي ربنا مدهلنا. بص يا شريف، احنا لسه خارجين من شهر رمضان، صح؟ وخارجين من شهر رمضان ومعنويات وعلاقه بربنا وجميل العشر الاواخر كمان في رمضان، وزادت العبادات وقيام الليل والتهجد. مظبوط، داخلين دلوقتي في الايه، في الشهرين عدينا، فتلاقي بعض الهمم ايه بدات تهدى شويه، اللي كان بيعمل حاجة وبدأ يأثر فيها، اللي كان عايش مع القرآن شوية فبدأ يتغافل شوية عن القرآن، اللي عاش وقت كبير جدا مع الذكر فبدأ يقطع في الذكر، اللي بدأ يحافظ على الفروض الخمسة، مش هنتكلم عن الصلوات الخمسة بقى خلاص، يعني الصلوات الخمسة الحمد لله إن شاء الله بإذن الله كل الناس الجمال اللي بيسمعونا عمرنا ما هنقصر في الصلوات الخمسة، لكن السنن المؤكدة اللي هم 12 ركعة اللي قلنا عليهم، فان شاء الله ايه الناس محافظه عليهم، فبدانا نسقط شويه وبدات ايه، لان خلاص احنا بنقف وبنقع وبنقع صح. وبنقف، المهم ان احنا نفضل على الطريق. واحد كل واحد فينا عنده ابتلاء بذنب معين، ولازم كلنا نبقى مقتنعين بده. واحيانا في ناس بتعرف تستثمر ده، رب معصيه اورثت ذل وانكسار احب الى الله من طاعه اورثت عز واستكبار. ليه بتقول البدايه دي؟ لان احيانا انا بشوف بعض الناس اللي يمكن من الطاعه بتزيدش حته كبر كده، تحس انه ماشي يا ارض نهدي ما عليك يا قدي. ممكن انسان ربنا يبتلي بمعصيه، معصيه كده تبقى دايما ايه بتيجي كده من وقت لاخر يعني. وكل انسان على فكره، هو دايما بنقول ان الفرق ما بين بيننا كلنا هو ايه، ان ربنا حاطط علينا الستر مش اكتر، لكن لو ربنا رفعه كلنا هيبان حاجات كتير قوي، فربنا هو اللي بيسترنا. ف كل انسان ربنا مبتليه بذنب كده معين، الذنب ده بيجي من وقت للتاني بيبدا ايه يقع في الذنب، يقوم ربنا رزقنا بايام يقول لك ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. فالنبي بيقول لهم كده، قالوا له يا رسول الله طب احنا بنسمع ان الجهاد في سبيل الله ده اعظم عباده بقى واعظم صح. طاعه. صح. فقال لهم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني ما فيش حد أفضل من العبادة والعمل الصالح في الأيام دي أفضل من واحد خرج بنفسه وماله ومات وخلاص، ده اللي أفضل من الشخص ده. إيه الأيام دي وليه الأيام دي وإيه حلاوة الأيام دي؟ لأن الأيام دي بتجتمع فيها أمهات العبادة، بتجتمع فيها العبادات العظيمة كلها. يعني النهاردة إن إحنا نصوم، النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة احتسب على الله ان يغفر السنه التي قبله والسنه التي بعدها. يعني اللي يصوم يوم عرفه بس كان السنه اللي فاتت اتغفر ليك والسنه اللي بعديها اتغفر ليك باذن الله. وافضل الاعمال طول التسعة ايام انك انت من افضل الاعمال بقى الصيام، من افضل الاعمال الذكر، هنقولها حاجه حاجه، لكن واحنا داخلين على ده ولادنا فين؟ ده الجديد بقى النهارده. يعني السنه اللي فاتت اتكلمنا ان الاعمال دي حلوه قوي يا جماعه، الثواب مضاعف، الاعمال قريبه قوي من ربنا، ما فيش عمل في الوقت ده، يعني الصدقه اللي حضرتك بتطلعها في الايام دي افضل صدقه في السنه كلها. ركعتين الضحى اللي بنصليهم ساعه الشروق خلاص بعد الشروق خلاص
احلى ركعتين احلى من بقيه السنه. الركعتين اللي بنصليهم بالليل، بوس ايد بابا وماما، اهو بوس ايد بابا وماما في الايام دي، في العشر ايام دول، افضل بكتير جدا من طول السنه. قلنا ده السنه اللي فاتت، لكن السنه دي بنقول ايه؟ ما يلا بقى ايه، نجمع البيت كله واولادنا ونبدا نفكر نعمل حاجات مع بعض، ونكلم اولادنا عن فضل الايام العظيمه دي، ونبدا نتفق مع اولادنا، طب ما تيجي نحاول ان احنا نصوم مثلا 3 ايام بس، طبعا يوم عرفه ده لازم نصومه كلنا.